في مجموعة من الفنون هو فن الرقص اللي مظلوم الحقيقة في تونس، اللي ما عندناش معاهد تقري الرقص، نحكيه على معاهد الموسيقى، المسرح، السينما، وإن شاء الله يا ربي على قريب نحكيه على معاهد لفن الرقص، لأنه عندنا طاقات تبارك الله عليهم. وطوى نحكيه على عروض عروض فنية يكون فيها الرقص هو السيد على الخشبة. نحب نستقبل محمد شنيتي، هو راقص وكوريغراف مصمم رقص. أهلا وسهلا بك محمد. السلام، مرحبا بك. ميرسي نادره بون انفيتاسيون، ميرسي على ليكيب الكل نتاع الوطنيه. عايشك، ميرسي بوكو على المقدمه. مرحبا بيك. مقدمه مهمه ياسر، خاطر البيداغوجيا هي الاساس نتاع كل شيء، وسورتو لي جون اليوم محتاجين البيداغوجيا باش ينجموا يبدعوا اكثر في المجال نتاع الرقص وفي المجال الكل، خاطر الرقص مرتبط بالمجال الكل. شكرا لك محمد على تلبيه الدعوه. مريم بعجاجه زيد راقصه ومساعده مخرج العمل، العرض اللي باش نحكيوا عليه اللي هو باش يكون غدوة بمسرح الأوبرا. أهلا وسهلا بك مليومة. عسلمة عسلمة العبيد الكل يسمعوا فينا، ميرسي على الاستضافة. مرحبا. غدوة نكمل جست اللي قلتوا، غدوة 7 متاع العشية في قاعة المبدعين الشباب. في قاعة المبدعين الشباب وي. فما عرض يحمل عنوان كحل. كحل عنوان مثير للقراءة والجدل. يخلينا نحبوا نفسروا علاش سميتوا العرض هذايا كحل. أنت كتبت العرض هذايا محمد، وعاونتك بمساعدة مريم بعجاجة. كوبل محلية معناتها في العمل، زوز معناتها تكتبوا ترقصوا عارفين شنو تحبوا وين توصلوا. خلينا نبدأ بمحمد. علاش سميتوا كحل؟ سميناها كحول على خاطر كما قلت انت، معناها كلمه كحول تخلينا ننتخيق، نسالوا برشا اسئله، وهذا هي الهدف نتاع السبيكتاكل فيفون، العروض الحيه. نحن نطرحوا اشكاليه ولا نطرحوا موضوع ونخليوا الببليك كل واحد يخرج بفكره معينه. شيء اولها دونك الكحول خارجه من اللون، خارجه من الكحول اللي نحطوه في العينين في عاشوره، خارجه من البعد زاد السيانتيفيك للبدن، خاطر الكحول كي نحطوه في عينينا زاد فما فوائد للعينين، فما دوي. هو دوي بيان سور، وفما زاد كما قلت في عاشوره يكحلوا، عندنا عادات وتقاليد نتاعنا. الكحول اول دوبه منحطوه يعمل ذبيبه من اللول، اما بعد تتسرح هكا ذبيبه والعين تزيان، يزين الكحل، يكبر العين، ويكبر العين برشا جماليه، تزيان العين. ايه. قبل يظهر لي كانوا النساء تكحل باش تثري باش يوريو مفاتنهم بالضبط. وكان معناتها مش كيما توا لي برودوي مخلطه، كانت قبل الكحل العربي ناتشورال، تعمل باليد ولا تعمل بالمهراس، وفي برشا محليه يبدا عرض فيه خصوصيه هكا ليدونتيتي. وعلى المهراس في العرض، فما مهراس في العرض بالحركه. دونك المهراس علاش قاعدين نخدموا نحن انا ومريم، عندنا سنوات على الوهم البصري، خدمنا قبل العرض اسمه نوفيس مبتدأ. ونخدموا على الوهم البصري. دونك نحكيوا زاد على الـ على الـ على الثقافات نتاع الكحول، نحكيوا زاد على برشا طقوس، نحكيوا على العالم الكل استعمل الكحول، والمهراس هو بيدو استعملوه في برشا ثقافات مختلفه. فما مجالات نتاع سحر، فما مجالات نتاع تجميل، تجميل. فما مجالات نتاع صنع ميديتاسيون زاد في اسيا يستخدموها، يعطي الانرجي لابيز برشا حاجه. بالضبط بالضبط. ولا الصوت المهراس عنده دلالات رمزيه زاد، عملوا في سبيكتاكل حاطينه كوم بون سون. بالضبط. ونشطحوا عليه كوم ريتم، نحطوا كيما الايقاع. الايقاع في الكوريغرافيا. احنا متى كنا صغار كنا ناخذوا المهراس من متى نلعبوا به، نلعبوا خاطر صوته يرن وساعات يدخلك في عوالم اخرى. تسرح. ساعات تسمع الجيران يعملوا المهراس تقعد تسمعهم، ساعات تسمعهم زاد في القايله وتبدا تحكي ويزعجكم. يعني جيت معنا كيما ينجم يعجبك، كيما ينجم يكون صوت مزعج. على كل اذا كان هو يخدم العمل الفني نتاعنا، استخداماته مشروعه يعني. فهذا هو كحل اول عرض لي العمل هذايا. هو توا نحن في ريزونس ارتستيك، عمره صفر، على خاطر الريزونس ارتستيك هذه مع مدينه ثقافه، مع كولابوراسيون مع لو تياتر لوبيرا دو تونس اي لو سنتر غرافيك. دونك استضافونا، عندنا جمعه قاعدين نخدموا في مدينه ثقافه، نحضروا في العرض، وعندنا عرض
لجنة دونك عرض قبل الأول لو 17 ماي دونك غدوة 17 العشية إن شاء الله. والبروميير باش تكون في فيفريي في البروميير كوريغرافيك في تونس لو 11 أكتوبر في بلفور في فيادون سونتر ناسيونال كوريغرافي دو بلفور. وعندنا جولة بين التوغو بلفور اللي هو في فرنسا خاطر نحن مقيمين في فرنسا جوست باش نحل قوس اللي نحن جينا باش نخدموا العرض هذا لتونس ونحن معناها مدعمين من 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 وزارة الشؤون الثقافية دونك جينا هوني باش نقدموا العرض وما زاد رانا نخدموا لبرا دونك نحن بين اما فسروا لي حاجة برك بداياتكم الأولى تونس تونس أي. انا خرجت عندي 5 سنين اي ومحمد خرج عنده 8 سنين اي مي ديما نرجعوا خرجتوا باش تطوروا التجربه نتاعكم لقيتوا وين مشيتوا قرايه معناها ماستر ولا شنو محمد قرا وانا زيده مي انا عديت ديبلوم مي عديتو ا ديستانس خاطر خدمت مع برشا دي كومباني نقولوا نحنا مؤسسات خدمت برشا مع البرا دونك بديت ديريكتومون خدمت مؤسسات مي توا انا باش نعدي وعندنا ديبلوم ديجا واش كامل نعديو ديبلوم جوج نيو اساتذه في الكونسيرفاتوار ما شاء الله شو طاقاتنا والماشيه اما اللي يعجبني فيكم العوده العوده ديما العوده باش نشبعوا بيكم باش صغارنا يراوكم ويتفرجوا على عروضكم ونعديه ونكونوا أجيال. أنا كنت ضيفتي أستاذة الرقص سيهم بالخوجة دايوغ هي اللي قالت على عرض هي أكحل. اللي استضافتنا في 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 تياتر دو لوبيرا هي اللي مستضيفتنا هي اللي كانت منها البروبوزيسيون فرحانين برشا ونشكروها. سيهم بالخوجة قصة طويلة برشا معناها ديمت حياتنا الكل نحن أنا وماري بنعرفوا بعضنا عن 16-15 سنة أبخي تكوننا عند عماد جمعة قعدنا 4 سنين نخدموا في تونس مع وزارة الثقافة نخدموا في دوم مع وزارة الثقافة ومع الانستيتو فرونسي ومع سيهم كنت ديما فما علاقات نمشي ونقري ونخدموا في الفيستيفال نتاعها تعاوننا كان فما بوسيبيليتي وان توكا سيهم بالخوجة تعاون في الكل هذا المعروف على سيهم سيهم مكونة الأجيال وتحضنهم يعني تربي اولادها اما ما تخليهمش هكاك في المحلول مفرتين تعاود تلمهم يظهر لي في تظاهرات بما انه هي اللي في قطب الرقص في في, في الاوبرا دونك على الاقل فما زاويه نجم نرجعوا لها ومن خلالها اللقاء مع الجمهور العريض قداش مهم صحيح تشتحوا لبرا وعاملين دي سبيكتاكل لما ديما ديما العودة حاجة وحدها هكا الإحساس هكا 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 نروحوا هكا نبداو على روح التونسي فيه إنرجي غريبة معناها نحن نعرفوا تشوف أمك زيد أبوك وعائلتك معاك وتخزر لك يتقاسم معاك الحلمة هي خاطر هي حلمة بدات من تونس سافرت ورجعت رجعت قداش فرحانة بحضوركم معايا الحقيقة أنا قعدت نلوج عليكم قلت له محمد ما لقيتكش على لي ريزو سوسيو لقيت كان العرض هكا أفيش وأنا يا أخي نشكر برشا صادق الترابلسي هو اللي عطاني الكونتاكت نتاعك مهم جدا التجربه نتاعك خلينا نعطيوها خاطر توا سهام وفي مدارس اخرى يكونوا في اجيال جديده نتاع رقص لازمهم نشوفوا لي موديل ونوصلوا وراهم يرجعوا وراهم عندهم مستقبل صحيح ما عندناش مؤسسات او دي انستيتيو تقري رقص ما نجموا احنا نتحداو هذا ونجموا نقدموا عروض فنيه اللي فما برشا فما جينيراسيون قديمه اللي عاونت برشا رقص في تونس وصلوا عملوا مشاو معنا عملوا ديز اكسبيريونس في العالم وكي رجعوا لتونس عداو كالانرجي هذيك وعداو البيداغوجيا الصحيه والباهيه للي جون اليوم. اليوم تونس محتاجه زاده المكان ينجم يستضيف الطاقات هذه الكل الموجوده عند لي جون. الرقص مهم برشا خاطر الرقص ينمي الكرياتيفيتي يطور المجال كل تولي تمشي تولي تعرف تمشي في الشارع تولي تعرف تمشي في الشارع صحه 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 فيش تلاها بدنك ومخك حتى في الكوميونيكاسيون مع العبيد التربيه الاخلاق عائلتك مع علاقتك مع العائله نتاعك تخلق لك ديسيبلين في الحياه تخلق لك ديسيبلين فما وقت معين وقتاش تترنى فيه وقتاش ترقد وقتاش تاكل وشنو تاكل خاطر ليه وبعد عندنا شباب توا نحكيوا على الديجيتال ونحكيوا على التليفونات تبدا عندك الرقص انا نحكي من تجربه بنياتي صغار ملي دخل الرقص في حياتهم نقصنا برشا من التليفون واهم من هذا الكل احترام زاده الاحتراف سامحني الاحتراف نتاع الرقص ما يجيش زاده من جسد ماهوش متعلم رقص على خاطر فما برشا خطوره توا رقص محترف خطوره خاصه تسمع بحوادث ساعات بربي اعرفوا وين تحطوا صغاركم يتعلموا الرقص فما نوعيه نتاع حركات فما لازم ناس مختصه في الرقص باش قل لي استاذ لازم استاذ فوالا لازم استاذ يعرف ويفهم
وكل خطوة بحسابها. بطبيعة كل خطوة بحسابها. نوصلوا نحن 18 سنة نبدأ ديجا نحسوا بالبدن قاعد يوخر بينا بتوالي. كي تشد أنت طفل صغير وتعلموا حاجات، تلعب له بالبسام تاعه وتلعب له بظهره وتلعب له بالأكتاف وحاجات حساسة على الأخر تخليه يوصل 30 سنة ما عادش ينجم حتى يهز حاجة رزينة. دونك الرقص يخلي له مخه يطير ويسافر ويحلم ويعمل حاجات تريز انتريسونت في الحياه، مي او ميم طون يكون واعي ببدنه ويعرف شو يعمل. وحتى كي نهار اخر نقولها بلغه مبسطه، حتى كي يجيب صغير يبدا قادر بشي ربي، يبدا عنده بدن سبورتيف ويبدا صحيح. عنده بدن صحي. الصحه في الذهن وفي الجسد. فرحت برشا بحضوركم بحذايا. نخليكم حاجه تحبوا تقولوها مريومه. مرحبا بكم غدوه سبعة متاع العشيه. مرحبا بكم، لانا مستحقين اننا نبارطاجيو برشا حاجات معاكم، نسمعوا اراءكم. خاطر قداش من عنصر في نحن زوز بنات مش ما ننساش لازم نقدم تحيه لأميمة بحري، سيدة هي ممثله وخدمت مع صادق اللي كان معاك يظهر لي خدموا مع بعضهم في الحرقه دونك نوجه لها تحيه. نوجه تحيه لعبد الحميد فلفول اللي خدم السينوغرافيا الديكور. نشكر هويدا الهيتفي اللي خدمت الموسيقى، وجيروم بيختان اللي خدم اللوميير. ونحب نشكر نضال وسي شمنجي اللي خدمت معنا لاتاشي دو بريس، ووائل في الفيديو، وبرشا برشا برشا عبيد خلف الكواليس صحابنا. نشكركم برشا برشا برشا، ونقابلوا غدوه ان شاء الله. غدوه 7 متاع العشيه بقاعة المبدعين الشبان 300 يعرفوها قاعة المبدعين الشبان. محمد شنيتي. دونك انا نحب نشكر زادة مدينة ثقافة على خاطر الرقص يتكلف برشا فلوس. دونك فما إضاءة، فما تكنيك، فما وسعبال من الخدمة اللي يخدموا غادي. دونك وفروكم كل شيء الماتريال اللازم. كنا نجم نكونوا في مكان آخر يكون يقولون مثلا يلزمكم 30 مليون باش تخلصوا جماعه. علاش؟ خاطر احنا ما عندناش الامكانيات في تونس باش نخدموا. انتم ما عندكم الامكانيه الاكبر اللي هي الرقص الأكبر. اللي هي الفكر، اللي هي الاراده، اللي هي التكوين نتاعكم. هذا هو الاستثمار الحقيقي. فالتكنيك لازم يكون حاضر. الناس كيما هكا وان شاء الله الصغار نتاعنا يزيدوا يقربوا العائلات بلتو يقربوا صغارهم اكثر للمجال هذا، على خاطر هو مجال فني لا ينقصه شيء من 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 المجالات الاخرى معناها في الفنون. وان شاء الله مرحبا بكم الناس كل، وتجيوا تعيشوا معنا هالقصه الخياليه، الحلمه زيد والحلم اللي نعيشوا فيها عنا عامين توا انا ومريم. ان شاء الله موفقين، ان شاء الله نشاهدوا كتابات اخرى. مرحبا بكم على موجات الاذاعه الوطنيه. ان شاء الله بون انا غدوه عندي مباشر من 6 ل 8، اما النجم نبعثوك الصغار يعملوا الدانس يتفرجوا عليكم. خاطر مرحبا يتفرجوا في حلمتهم في مستقبلهم ويشوفوا لي موديل. هذا هو اللي يتعدى من جيل الى جيل. ايه درنوج النوار.